هؤلاء الحمقى. أيها القائد مهان، هؤلاء يريدون إقامة دولة عربية إلى أي مكان تصله خيولهم. تدفعهم إلى ذلك عقيدة دينية، مستعدون للموت من أجلها. وكفانا خداعا لأنفسنا، إن قوما يشترئون علينا وعلى الفرس في آن واحد. يجب أن نعد لهم كل ما أوتينا من قوة لنهزمهم. معركة أجنادين. كانت معركة أجنادين أول لقاء كبير بين جيوش الخلافة الراشدة والروم في الصراع على الشام، وجرت قبل حوالي سنتين من اللقاء الفاصل والحاسم في معركة اليرموك. وكان الخليفة أبو بكر الصديق قد جهز 4 جيوش عسكرية واختار لها أكفأ قادته وأكثرهم تمرسا بالقتال، وحدد لكل جيش مهمته التي سيقوم بها. وكان الجيش الأول بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح ووجهته حمص، والجيش الثاني بقيادة يزيد ابن أبي سفيان ووجهته دمشق، والجيش الثالث بقيادة شرحبيل ابن حسنة ووجهته بصرة، والجيش الرابع بقيادة عمرو بن العاص ووجهته فلسطين. وبالتالي كان مجموع الجيوش كلها لا يتجاوز 30,000. وأمرهم أبو بكر الصديق: إذا اقتضت الحاجة للاجتماع فالقيادة العامة ستكون لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ونجحت تلك الجيوش في التوغل في جنوب الشام، واضطر قيصر إلى حشد ما يملك من قوات وعتاد حتى يدفع جيوش المسلمين التي أقبلت، ولون ما يحشده الروم من قوات ضخمة أرسلوا إلى الصديق يخبرونه بحالهم ويطلبون منه المدد، فأمدهم بعكرمة ابن أبي جهل ومن معه من الرجال، وتجمد الموقف دون قتال يحسم الموقف في الوقت الذي كان فيه خالد بن الوليد في جبهة العراق ينتقل من نصر إلى نصر. فقال أبو بكر: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وعزم الصديق على بث روح جديدة تعودت الفوز والظفر، ولم يكن غير خالد من يمكنه تغيير الأوضاع وإثارة الهمم ووضع الخطط التي تأتي بالنصر. وكان الصديق أكثر ثقة الناس في كفاءة خالد وقدرته العسكرية، وبعث الصديق إلى خالد بأن يذهب إلى الشام ومعه نصف قواته التي كانت معه في العراق حتى يلتقي بأبي عبيدة بن الجراح ومن معه، ويتسلم القيادة العامة للجيوش كلها. في الوقت نفسه كتب الصديق إلى أبي عبيدة يخبره بما أقدم عليه. عسكر الجيش الإسلامي في أجنادين، وتجمع الجيش الرومي هناك، ولكن الروم لم يختاروا أجنادين للقتال، وإنما اختاروها للتجمع، فهي تقع في مفترق طرق، فمنها طريق إلى بيت المقدس، وطريق واضح إلى دمشق، وطريق إلى البحر الأبيض المتوسط، وطريق إلى الرملة، وطريق إلى غزة، مما يجعل تجمع الجيوش الرومية عندها ميسورا. فأجنادين كانت بالنسبة للروم مجرد مكان تجمع، لأنه لا يوجد بها أسوار عالية أو حصون منيعة، فلم تكن مهيئة للحرب، وإنما للتجمع ثم الانتقال إلى بيت المقدس أو الخليل أو غيرها من المناطق المعدة للقتال. إلا أن جيش خالد بن الوليد بعيونه ومخابراته استطاع أن يفاجئهم في أجنادين، وكذلك بقية الجيوش الإسلامية التي جاءت بسرعة مذهلة إلى حيث أمرهم القائد الأعلى آنذاك. وكان عدد المقاتلين في معركة أجنادين، كان عدد الروم 90,000، بينما عدد المسلمين 32,000. فشكل خالد جيشه ونظمه ميمنة وميسرة،
وقلبا ومؤخرة، فجعل على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة سعيد بن عامر، وعلى المشاة في القلب أبي عبيد بن الجراح، وعلى الخيل سعيد بن زيد. وأقبل خالد يمر بين الصفوف لا يستقر في مكان، يحرض الجند على القتال ويحثهم على الصبر والثبات، ويشد من أزرهم، حتى إن إشارة البدء للجيش الإسلامي كانت قتال خالد بن الوليد بنفسه، فلم يقاتلوا إلا عندما رأوه يحمل على القوم، فقال للجيش: إذا حملت على القوم فاحملوا. أما الجيش الرومي فقد كان قائده وردان في المؤخرة، كان هذا ديدنهم في كل المعارك، مثلما فعل رستم في القادسية أيضا، فهكذا يؤمن نفسه تماما، وجعل قادته في المقدمة ويليهم الخيل، واصطف الجيش في كتائب ومد صفوفهم حتى بلغ كل صف نحو 1000 مقاتل. فأرسل الروم أحد الجواسيس من العرب الموالين لهم إلى الجيش الإسلامي، وقد أسلم بعد ذلك، فدخل ولم يعرفه أحد، وقد وصاه القائد الرومي أن يأتيه بخبر القوم، فمكث يوما وليلة ثم عاد إليه فقال: والله إني وجدتهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. فقال القائد الرومي: لئن صدقتني فلا بطن الأرض خير لي من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم، فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. واجتمع جيش المسلمين وجيش الروم على أرض أجنادين، وبعد صلاة الفجر أمر خالد جنوده بالتقدم حتى يقتربوا من جيش الروم، وأقبل على كل جمع من جيشه يقول لهم: اتقوا الله عباد الله، قاتلوا في الله من كفر بالله، ولا تنقصوا على أعقابكم، ولا تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا كإقدام الأسد وأنتم أحرار كرام، فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الآخرة، ولا يهولكم ما ترون من كثرتهم، فإن الله منزل عليهم رجسه وعقابه. ثم قال: أيها الناس، إذا أنا حملت فاحملوا. وكان خالد بن الوليد يرى تأخير القتال حتى يصلي الظهر وتهب الرياح، وهي الساعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القتال فيها، ولو أدى ذلك أن يقف مدافعا حتى تحين تلك الساعة. وأعجب الروم بكثرتهم وغرتهم قوتهم وعتادهم، فبادروا بالهجوم على الميمنة حيث يقف معاذ بن جبل، فثبت المسلمون ولم يتزحزح أحد، فأعادوا الكرة على الميسرة، فلم تكن أقل ثباتا وصبرا من الميمنة لتحمل الهجمة الشرسة وردها، فعادوا ينطرون المسلمين بنبالهم، فتنادى قادة المسلمين طالبين من خالد أن يأمرهم بالهجوم حتى لا يظن الروم بالمسلمين ضعفا ووهنا، ويعاود الهجوم عليهم مرة أخرى. رغم تحرك جيش الروم ميمنته وميسرته نحو المسلمين، بقي المسلمون مدافعون ولم يبادروا بالهجوم. وجاء ضرار بن الأزور إلى خالد بن الوليد فقال له: إن نبال العدو قد نالت من جيش المسلمين، أفلا تأمرهم بالهجوم؟ لأنهم لا يريدون خلاف أوامرك. فقال خالد بن الوليد: اصبروا فإن في الصبر رجاء. فأراد خالد بن الوليد بأن يتشتت جيش الروم ميمنة وميسرة، ويصبح له فرجة وسط الجيش ليستغل ذلك، ويقوم بالتحرك للوصول إلى القائد العامل الروم وردان وقتله، فإنه يريد أن يضرب نقطة ضعفهم بقتل قائدهم العام. وهذا ما حدث فعلا، بعد أن تقدمت ميمنة جيش الروم وميسرته، غدا الطريق خاليا للوسط أمام جيش المسلمين، وقال: احملوا عباد الله على من كفر بالله. فحملوا حملة صادقة زلزلت الأرض من تحت أقدام عدوهم، وانطلق الفرسان والمشاة يمزقون صفوف العدو، فاضطربت جموعهم واحتلت قواهم، وقاتلوهم قتالا عنيفا شديدا.
فحاول وردان دعوة خالد بن الوليد للتفاوض، ولكنه أعد حيلة بقتله، ولكن هذه الحيلة لم تنطلي على المسلمين. فجهز خالد مجموعة من المسلمين بقيادة ضرار بن الأزور، فهجموا على جنود وردان وقتلوهم، ولبس ضرار درع الروم ووصل إلى وردان وخلع خوذته وقتل ضرار وردان قائد الروم، وأخذ يصيح الله أكبر. واستمر القتال بين الفريقين وقتا قليلا، وانتصر جيش المسلمين انتصارا عظيما، ووصل الجيش الإسلامي كما خطط خالد بن الوليد إلى خيمة قائدهم العام الذي قال: والله ما رأيت يوما في الدنيا أشد علي من هذا. وكانت هذه آخر كلماته إذ اشتث رأسه بعد هذه الكلمة. ففي هذه المعركة أبلى المسلمون بلاء حسنا، وضربوا أروع الأمثلة في طلب الشهادة وإظهار روح الجهاد والصبر عند اللقاء. وأخذ الصليبيون بالهروب، وتتبعهم المسلمون قتلا وأسرا. هذا ما فعله الفاتحون وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيصال الإسلام إلينا.